عفوا بقى يا بابا، ساعتك كتير قوية. لا تطرقني، يظهر بقى خليتكم تناموا امبارح بالليل، مو هيك؟ لا مو هيك بابا، مو هيك قصدي، بس شوف الدكتور. طبعا الدكتور خالد طريق بيته من على طريق بيتنا، عن رايح وعن جاي بفوت بتطمن علي. وهو وصف لك الدواء؟ وبس وصفه ما بقي غير يفوت يعطيني اياه هو كمان. الله يرضى عليه الخالد، شو مخلص وشو وفي، مو طبيعي. روبا وينها؟ فاقت من بكير ونزلت على الجامعة. الله معها. وعصام اكيد بعده نايم؟ ها هلا بصحي. لا 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 بابا لا صحي، الله بيعلم، لاني ساعة سهرته امبارح معي بالليل. بتعرفي بابا، جوزك بيشبك نوز الدنيا. اي بعرف بابا بعرف. ما بكفي تعرفي بابا، في كتير شغلات بهالدنيا بهالحياة يعني واحد بيعرفها بكون متأكد منها، وقد ما بيكون متأكد منها ما بيقعد بينتبه لها، يعني بيعتبرها تحصيل حاصل، وهي مو هيك. واحد مثل جوزك يا حبيبتي عملي نادرة بهالأيام، لازم بلي تذكري حالك بهالشي. ايه مزبوط. في شغلة تانية بحب ألفت انتباهك إلها، وإن كان متأكد يعني إنه ما بتفوتك، بس بابا تحمليني يعني ما بدي روح من عندك، وفي بقلبي حكي ما حكيته. أكيد بابا قال لي. شو بك؟ روبا شو بها؟ بابا أنا بعمري ما تدخلت بينك وبين بنتك، بس يعني لاحظت هيك كأنه العلاقة فاترة بينك وبينها، مو هيك؟ بابا كنتي بعمرها أنت، ما بدك مين يقلك إنه الأم بيت سر بنتها، افتحي لقلبك، بتحط جواته كنوز وأسرار، سكري قلبك بتخسريها بتخسري كنوزها وأسرارها. بابا بتتذكري كيف كانت أمك الله يرحمها تعاملك أنت وأختك؟ ايه بتذكر. خلص أصبح كوني لبنتك مثل ما كانت أمك معك، مو بس أم، أم وصديقة. حبيبتي بعرف أني أنا عم كتر غلبة، بس شغلة لفتت انتباهي حبيت أقولها، تبطل شوها. أكيد بابا أكيد.